حكومة الإطار ليش هالشكل فاصوليا مزودة خايشة؟ لا تقدر تطيع لعائلتك حتى ما حد ياكلها ولا الحيوان هم خطية ياكلها. ليش؟ وين راح محمد الشاع السوداني؟ وين راحت حكومة الإطار الفاسدة؟ لن يسمعوا صوتك، فهم مشغولون بصفقات الفساد التي جعلت المواطن يعاني من رداءة مفردات البطاقة التموينية، فهي عصب الحياة لملايين المواطنين الذين يعتمدون على مفرداتها بالرغم من ضعفها من جراء الفساد والفشل في إدارة هذا الملف من قبل وزارة التجارة والجهات المعنية طيلة السنوات الماضية. مواطنون تداولوا صوراً لمفردات البطاقة التموينية الفاسدة التي تأتي بها حكومة الله لا يوفقني من أسوأ المناشئ، ولا تصلح في أحسن الأحوال بأن تكون علفاً للحيوانات، ما أثر مباشرة في الفقراء والكادحين ومحدودي الدخل من جراء انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار مقابل تخلي الجهات المسؤولة عنهم في وقت المحنة. لقينا هذا الشيء اسمه الفاصوليا اللي هو 25 كيلو كافين عليه، هنا طلع 24 كيلو، كذلك التمن هم طلع 24 كيلو اللي هو كاتمين عليه 25 كيلو، يعني بايقين المواطن من كل كيس كيلو. يسرقون قوت المواطن بلا رقيب أو حسيب ليتركوه يعاني الجوع والفقر والعوز في بلاد باتت ثرواتها ونفطها مطمعا للمحتلين، ليبقى توفير مواد غذائية أساسية في البطاقة التموينية حلما يراود أكثر من 40% ممن تصنفهم جهات الرقابية تحت خط الفقر. شوفوا ضيم الطحين التطنيع الدولي، تفضل هذا شنو؟ هاك تفضل ذراع، هذا بي جملة وذراع، وشوف شنو هاد بي. هذا حكومة على ما يبدو لن تبقي شيئا للمواطنين، فالحشرات والقمل الذي أفسد حصتهم كان قد سبقه الفساد الحكومي الذي حكم على المواطنين بالعيش بين فكي الأزمات، لتقضي مآفة الفساد يوما بعد آخر لقمة إضافية من فئات المجتمع الهشة، وليبقى المواطن رهين حكومات اتخذت من سرقة المال العام نهجا لها.